لم تكن حالة الحزن التي سيطرت على الجماهير المصرية جراء الخروج القاسي للمنتخب الوطني صفر اليدين من مونديال روسيا شيء عادي، لكن قضت القاهرة ليلة حزينة غلفها السواد والبكاء والصمت تارة والهجوم القاسي تارة أخرى. خذل أحفاد الفراعنة جماهيرهم وشعبهم الذي زحف بعضهم خلفه إلى بلاد الثلوج والطقس البارد روسيا لتشجيعهم هناك بعد أن أوقعتهم القرعة في أسهل المجموعات، وكان الأمل يراود الملايين من شعب حزين يبحث عن بسمة إنجاز التأهل للدور الثاني. لكن الإخفاقات نالت من الفرحة بالخسارة من أوروغواي ثم روسيا وأخيرا الصدمة السعودية. منتخب مصر في كأس العالم حاجة احنا ما كناش متوقعينها، بس إحساس المنتخب قبل ما يروح كأس العالم ان احنا كده خلاص حققنا الإنجاز في مروحنا بس لكأس العالم، فده في حد ذاته هزيمة من قبل ما نروح. احنا ما عملناش مستوى خالص في كأس العالم الموسم ده خالص، مستوى 0%، ما فيش أداء ليه ما تعرفش، يعني اللعيبة كلها بنتكلم على لعيبة عالمية بتلعب معنا في منتخب مصر، ما فيش أداء ما فيش أي حاجة. بالنسبة للشعب 100 مليون مش عارفين يطلعهم 11 لاعب من 100 مليون، ده حاجة ماشي، وده حاجة وصلنا لكاس العالم المفروض كنا جبنا مدرب صح. والله ده كان طبيعي لسوء الإدارة اللي تم بيها المنتخب الفترة الأخيرة، كان عندنا سوء إدارة، مش هقدر أقولك إن اللعيبة ما أدتش، اللعيبة في لعيبة كتير أدت عليها وبزيادة، كان عندنا بعض اللعيبة كان عندهم خلل كبير جدا وكان في ضعف عندنا في خط الظهر، بس احنا عندنا خلل إداري هو ده السبب الرئيسي في كل المشاكل اللي حصلت لنا في كأس العالم. لم يخفي شعب مصر حزنه الشديد ليس بسبب الخسارة فقط، ولكن إلى أمور عدة من بينها الشكل الباهت الذي ظهر عليه الفريق وغياب بصمات الأرجنتيني كوبر الذي حمله الأغلبية المسؤولية. لو وطني يبقى أحسن، لأن احنا جربنا الأجنبي ما منوش فايدة، تعبنا وحرق دمنا وبهدلنا. أرشح كابتن حسن شحاتة، إنجازاته 2006 2008 2010 فاهم المنتخب أداؤه حلو، كنا حتى في كاس القارات كنا نفسنا نروح كاس العالم في كاس القارات، اللعيبه لعبت كسبنا البرازيل كسبت 4-3 بالعافيه، كسبنا ايطاليا عملنا ماتش حلو قدام امريكا اتغلبنا 2-1 مش كده، بس كان اداءنا مرضين. دلوقتي اداء المنتخب مصر ليس هو حاجه، مدرب وطني لا ينفعنا يجي ياخد فلوس ويمشي. لا وطني طبعا حسن شحات، لان دي بلده وابن بلده والتاني ما يهموش. لا طبعا مدرب وطني ابن البلد، الفتره اللي جايه دي محتاجه واحد من البلد نفسها ان هو اللي يمسك المنتخب. والله انا برشع المدرب الوطني، يعني لو حضرتك بصيت على 2006 2008 كان معانا الكابتن حسن شحاته، كان مد روح للفريق، هو الواحد مش عارف يعاتب على مين، بس هو يعني احنا عارفين ان لعيبه مصر عندها اكتر من كده. رحل كوبر وعاد المنتخب الى مصر وسط احزان شعبه الذي يترقب من سيقود الفراعنة في الفترة المقبلة.